عودة إلى تصريحات سابقة للمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قال بأنه لو كان في السلطة، لو كان على رأس الإدارة الأمريكية لما حدث هجوم 7 أكتوبر. هل كان بمقدوره فعل ذلك أم أن هذه التصريحات التي قالها بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة وأيضا بخصوص الحرب في أوكرانيا عندما قال أيضا بأنه إذا كان في السلطة لما أقدم بوتين على الحرب مع أوكرانيا؟ بالطبع أتفق مع الرئيس ترامب 100%. عندما كان ترامب بالبيت الأبيض كانت علاقته جيدة جدا مع الرئيس الروسي، كذلك مع الرئيس الصيني ومع كوريا الشمالية. كما ذكرت سابقا كان غير ممكن للرئيس بوتين أن يقوم بمقام عليه في غزو أوكرانيا، لأنه علاقته مع ترامب كانت مهمة جدا لاستتباب الأمن ليس فقط في أوروبا ولكن في بقية دول العالم وكذلك مع الصين. لا أعتقد بأن بوتين كان سيقوم بغزو أوكرانيا لو أن ترامب بالبيت الأبيض. ولو كان ترامب بالبيت الأبيض أؤكد لك لما حدث في 7 أكتوبر، لأنه حتى المنظمات الإرهابية كانت تخشى من دونالد ترامب. كان بإمكانه أن يتخذ قرارات حاسمة جدا ضد هؤلاء الذين قاموا بهذه العملية، ولذلك كان يعلمون جيدا بأنهم لا يمكنهم أن يقوموا بعمل من هذا النوع في عهد ترامب. وأذكرك وأذكر المشاهدين الكرام أنه قال لرؤساء إيران عندما كانت في البيت الأبيض، قال لهم إذا قمتم بعمل ضد الولايات المتحدة وتسببتم بمقتل أو جرح أمريكان فإني سأقوم بعمل لم تشاهدون مثيلا له. وعندما قتل جندي أمريكي ماذا فعل ترامب؟ قرر القضاء على قاسم سليماني وانتهت المشكلة، ووجه إنذارا للرئيس للمرشد الأعلى بأنك إذا قمت بعمل عدائي ضد الولايات المتحدة فإنني أعرف عنوانك، وانتهت المشكلة مع إيران. ولكن يعني سيد صومة، يعني الكلام كما يقال في البلدان العربية الكلام ليس عليه جمرك، يعني كيف يقول اليوم ترامب بأنه يجب إنهاء الصراع في لبنان ويجب إنهاء الحرب في لبنان دون أن يقدم الكيفية الآلية التي يعني بإمكانه ولا بمقدوره أن يستخدمها لإيقاف هذا الحرب؟ يعني هو يعني شعارات انتخابية أليس كذلك؟ الولايات المتحدة هي أعظم أقوى دولة عسكرية في العالم وأقوى اقتصاد في العالم، تمثل حوالي ربع إلى ثلث اقتصاد العالم، وبلا منازعة هي أقوى دولة عسكرية. عندما يقوم الرئيس الأمريكي يهدد بأنني سأقوم بعمل لم تشاهدون مثيلا له، إذا قالها ترامب العالم تستمع، ولكن عندما يقول بايدن نو اور دونت لإيران، مع هيدا وكل إيران قامت بأعمال عدائية أدت إلى مقتل جنود أمريكان في سوريا وفي العراق، وأدت إلى أكثر من 200 ضربة ضد قواتنا في المنطقة ولم يفعل أي شيء. عندئذ تجد الفرق كبيرا بين ما يقوله الرئيس ترامب وبين ما يقوله الرئيس الحالي جو بايدن.